اللهم صل وسلم على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. في سورة صاد وفي بداياتها استعراض لما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وآله من جحود قريش وغطرستها ورفضها لإرادة الحق، بالنتيجة على رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يستكين، أن لا يتراجع. وما الخيار الموجود من أمامه؟ اصبر على ما يقولون. الصبر على ما يقولون، والصبر على ما يفعلون، والصبر على أذيتهم، والصبر على غلوائهم، كل ذلك جيد، ولكن من الأفضل أن يتبع الصبر أو التوصية بالصبر أن يتبع أيضا تجارب. يعني بمعنى آخر، لا يكفي أن تقول لفلان اصبر، عليك بالثبات، اصبروا وصابروا. لا، لابد أن تقول له مع الصبر أيضا هناك من صبر قبلك، هناك من تحمل أكثر مما تحملت، وقد تنوعت الابتلاءات على الأنبياء. ولذلك عندما يوصيه القرآن بالصبر يقول اصبر كما صبر أولو العزم. سبقك من الأنبياء من مشطوا بأمشاط الحديد، فلا يكفي أن يستعرض القرآن وصاياه بالصبر لرسول الله، بل عليه أن يضيف إليها تجارب الأنبياء. ولذلك في سورة صاد وجدنا أنه يستعرض تجربة داود، ثم سليمان، ثم أيوب، ثم أسماء الأنبياء بالمجاميع. واذكر عبادنا إسماعيل وإسحاق أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. صار يستعرض للنماذج، كل نموذج له ميزة تختلف عن غيره، لأنه لو التجارب هي بلا فارق بعد تكرارها ما إلى معنى، تجربة واحدة كافية. لاحظوا في تجربة داود ماذا حدث. أولا قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ثلاث صفات استعرضها. الصفة الأولى أنه عبدنا،
والوصف بالعبودية هو من أرقى التوصيفات للأنبياء. قد تقول الرسول النبي العظيم، ها كلها صفات جيدة، لكن عندما تتحدث عن أرقى المقامات وأرقى الأوصاف التي يوصف بها الأنبياء هي صفة العبودية. نبينا صلى الله عليه وآله وصفه بأنه ها ماذا؟ يا أيها الرسول، يا أيها النبي، طه، ياسين، بس كل هالتوصيفات ما أوصلته إلى مقام قاب قوسين. شنو الوصف اللي وصله؟ سبحان الذي أسرى بعبده، بلغ إلى مقام قاب قوسين بالعبودية وليس بالرسالة والنبوة، وإلا سبقه أنبياء ورسل وما وصلوا إلى هذا المقام. طيب، لماذا يضيف القرآن هذه المواصفات لداود؟ هذا راجع إلى نوع الاتهام الذي ابتلي به. تصور ذول اليهود على الرغم من أنهم يعتبرون داود أفضل الأنبياء وأقدس المقدسين وأعظمهم، إلا أنه ما نجا من ألسنتهم. اتهموه بأنه عشق زوجة قائد الجيش أوريا وخطط لاغتياله فقتله، ثم بعد ذلك زنى بزوجته وأنجب منها سليمان. هذا شحال لو ما تحترمونه، يعني شو مسوين فيه؟ إذ هكذا تقدير وهكذا تقديس وهكذا تعظيم، ومع ذلك ما خليت بلوى من بلاوي الزمن إلا واتهمتموه بها. وين مقام النبوة إذن؟ ما الذي يفرق بينه وبين أي إنسان آخر؟ إذا كان ممكن أن يرتكب جريمة قتل وممكن أن يرتكب جريمة الزنا، ثم بعد ذلك من يرثه من الأنبياء هو من نسل الزنا، من عمل الزنا، فيجي القرآن يقول عبدنا عبد لله. لما نتكلم عن نوعية العبادة بالنسبة إلى الأنبياء، أكو عندنا ثلاث نوعيات من العبادة. أكو عبادة يسمونها عبادة التجار، عبادة ثانية يسمونها عبادة الخائفين، عبادة ثالثة يسمونها عبادة الأحرار. ما الفرق؟ عبادة التجار أنا أفعل العمل الصالح وآتي به لأن من ورائه جنة ثواب، صلاة الرغائب هل تكسرون ظهور نبها، كم من ورائها من ثواب، إن شاء الله بعد على هالتعب هذه وما وراها إلا ثواب قليل ما يندفع إلى أدائها. لازم يشوف يقرأ أول ماذا أعد من الثواب لها، كان في حور في قصور في غيره يروح بسرعة المسجد ويصليه، وكان ثوابها قليل لا ما رايح يتحرك. هذا إذن لولا موضوع الثواب ما تحرك للعبادة. أكو آخر، لماذا تحافظ على الصلاة؟ قال مو الله يقول ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن، خلينا نصلي إذن. فهذا دافعه في العبادة ماذا؟ الخوف، ولو أمن العقوبة لا أساء الأدب، ما شفت يصلي. بينما عبادة الأنبياء هي من هالنوع أو من هذا النوع، يقول لا ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، بغض النظر عن الثواب والعقاب، أنا أعبدك لأنك تستحق العبادة، لأن من أعظم الحقوق عبادة الله، فأنا أنطلق للعبادة بهذا العنوان. زي عبادات الأنبياء من أي نوع؟ ما ممكن أن نقول من عبادة التجار ولا عبادة الخائفين والنائمة، عبادة الأحرار، الذي يعبد الله بإدراك وشعور أنه يستحق العبادة، هذا بعدين تتصور في حق أن يرتكب عملية قتل، أن يزني، ما ممكن. فهذا أول دفاع عن نبي الله داود. واذكر عبدنا داود، ثم ماذا يقول؟ ذل أيدي، ذل أيدي
بعض المفسرين قال لأنه الحاكم ولأن الرعية شؤونها لديه وهو يقوم بواجباته من خدمات من إحسان من تفضل من إلى غيره، فهو صاحب يد على الجميع، الكل يشكره الكل يثني عليه، فهو صاحب فضل على الناس ذا الأيدي. الشيخ قبل هذا رأي آخر يقول ذا الأيدي إشارة إلى قوته، رجل عسكري بامتياز، رجل مقاتل إلى درجة أن القرآن يؤرخ له هذا الحدث، قتل داود جالوت. كيف قتله؟ قتله بأن أخذ صخرة ورماها على بطنه، من قوة الضربة خرجت من ظهره. رجل شجاع من حقه أن يوصف بأنه ذا الأيدي. صاحب تفسير الميزان يقول ليش نروح نحصر معنى ذا الأيدي في جانب وننسى الجوانب الأخرى؟ ليش ما نستجمع كل صفات الكمال في داود ونقول ذا الأيدي يعني أنه أعلم من عليها، قوي في علمه، قوي في شخصيته، قوي في بدنه، قوي في إدارته، قوي في سياسته، قوي في دولته، وكل مظاهر القوة نجمعها في داود. لماذا؟ لأنه إذا نعته بأنه قوي في بدنه وحصرنا المعنى في ذلك فقط، شي يصير قوي البدن بس قوي العقل مو بالضرورة. وبعض الأحيان يجيك الإنسان مفتول العضلات لكن مخه هلقد، تصرفاته تصرفات حمقى جهلة، دائما لبال الأمور تؤخذ بالعضلات. المشكلة التي لديك ليست مشكلة أمنية، مشكلة سياسية، حلها بهذا، ما تنحل بالعضلات. وضعك يحتاج إلى خطة اقتصادية تنتقده مما هو فيه، السرقات والاستئثار والكذا وبسط العضلات ما يفي، ما يعالج الموقف. فتحتاج إذن إلى القائد القوي في علمه، القوي في شخصيته، القوي في بدنه، القوي في إدارته، القوي في إيمانه قبل كل شيء، لأن الإيمان قيد الفتك، وبالتالي إذا توافر لديه الإيمان سيحصنه عن ظلم الآخرين والاستقواء عليهم إلى غير ذلك. فخلينا نتحدث عن شخصية داود، النموذج الأكمل بين الناس، فهو ذا الأيدي. لكن شوف المعادلة القرآنية، لما واحد يشوف نفسه قوي بدنيا، قوي عقليا، قوي شخصيا، قوي في إدارة في دولة، هذا شنو يقول عنه القرآن؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا شايف نفسه قوي، نعم في عقله، بعد من أنت حتى تقدم إلي هذه المشورة؟ أو من أنت حتى تكون صاحب وجهة نظر في مقابل وجهة نظري؟ فليخسأ الجميع وليخرس الجميع، لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، يصير بهالطريقة يتصرف. لكن طبيعة الأنبياء على ما فيهم من قوة وكمال وتميز ذا الأيدي، لكن إنه أواب، جمعت في صفاتك الأضداد. يقول الشاعر في أمير المؤمنين، قوي بدنيا عقليا كذا كل شيء، لو تظاهرت العرب على قتالي ما وليت عنها دبرا. لكن تعال إذا جلس في المحراب شي تحول، ها؟ ولذلك جمعت في صفاتك الأضداد، ولهذا عزت لك الأنداد، هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الحراب، وين ما تريد في أي موقع هو يمثل الكمال. أواب مأخوذ من الأوب، والأوب هو الرجوع، والأواب كثير الرجوع. سبحان الله، الأنبياء
يعني احنا يا ليت شويه نتخلق باخلاقهم. انا لمجرد ان اشوف نفسي قوي في بعض الجهات مثلا خلاص بعد ارفع ايدي بالدعاء، او اتصرف باني لاني امتلك العضلات ساتصرف من قوتي وبحولي وبذكائي وبعقلي. اكو بعض الاشياء المهمات الخطيره نقول يا رب الله ساعد الله يساعدنا عليها، ها نلح في الدعاء، لكن الامور التافهه نذهب اليها بواعظ من نفوسنا اننا نقوى عليها وما نحتاج الى دعاء. الله يقول في الحديث القدسي ادعني حتى الى ماذا؟ حتى الى ملح زادك. حتى الملح هذا البسيط العادي اللي موجود في البرادات 24 ساعة، والأول يشوفون يشيلونه من وين؟ بالقوارب، يشيلونه من مكان اللي تتجمع فيها الأمطار والجف، يتجمع الملح ويشيلونه. أبسط شيء في الحياة هو الملح، ومع ذلك يقول حتى أبسط الأشياء هذه يكون تسألني فيها. ليش؟ لأن الإنسان قوته وحوله، ونقول في الصلاة احنا يوميا بحول الله وقوته أقوم وأقعد، قيامي وقعودي وحركتي في الحياة كلها بحولك وقوتك. وإلا يعني الإنسان شنو يحتاج؟ مسكين ابن آدم تقتله الشرقة وتنتنه العرقة، ما فيه أي قوة إلا بالله عز وجل. هذا من كم يوم أنا نايم أريد أروح الحوزة الصبح، وإذا شد عضلي ضارب لي هنا نايم مو ألعب كورة يعني، وعادة الشد العضلي يجي اللاعبين ويجي الملالي والخطبة. سبحان الله، الله عز وجل يقول وإنت نايم أنا أخذك تراها، وإنت نايم تحتاج إلى حفظي، وأنت في أي وضع من أوضاعك تحتاج إلى حفظي، تحتاج إلى حولي، تحتاج إلى قوتي. فالرجوع إلى الله في كل شيء وليس في الأمور الخطيرة. نعم، داود على ما يمتلكه من مظاهر القوة إلا أنه أواب. بعدين اللي يكون بهالمواصفات الثلاث الرائعة يحتاج إلى شنو؟ يا دنيا أخدمي من خدمني وأتعبي من خذك. يا الله عز وجل سيسلط إليه ويسخر له الوجود بأسره، والشكل عبدي أطعني أقول للشيء كن فيكون، تقول للشيء كن فيكون. إيش سوى إلى داود؟ قال سخرنا له الجبال يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. كيف نتصور تسخير الجبال إلى داود؟ في آية أخرى وألانا ألنا له الحديد، ما يحتاج لا ضوء ولا نار ولا غيره، هو يتصرف بالحديد يسوي الأسلحة ويصنع الدروع بيده، هكذا يتصرف بالحديد، ولاية تكوينية الله أنطاه. بس مشهد من مشاهد التسخير، الله يسخر له الجبال تسبح معه والطير. كيف نتصور هذا التسخير؟ لاحظوا أكو ثلاثة وجوه. الوجه الأول يقول أن داود عندما كان يجلس بين الجبال ويقرأ في مزاميره وزبوره الجبال تسبح معه تسبيحها الفطري، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الآن أنت جالس، الجدران تسبح، الحصى تسبح، الأشجار تسبح، الطيور تسبح، لكن نحن نفقه هذا التسبيح؟ نعرف طبيعته؟ فهي في حاق طبيعتها تسبح الله. وإذا كان هالرأي صائب فما هي ميزة داود؟ داود يسبح والجبال تسبح، وما ميزة داود؟ يعني الله عز وجل قاعد يقول نحن نعم خصينا داود وميزناه بأن جعلنا الجبال تسبح معه. يا أخي بهالصورة هذه داود سبح لو ما سبح الجبال تسبح، يعني هذا التسبيح الطبيعي عندها فطري. فهذا وجه من الوجوه. وجه آخر يقول أن الجبال تسبح معه، تدري ليش؟ لأن صوته كان جميل،
جهوري، فإذا جلس بين الجبال وفي الأودية ولوحده ورفع صوته، صوت يذهب إلى وين؟ إلى الجبال، يصطدم بها يرجع عليه الصدى زي؟ فتسبح معه بهذه الطريقة. أقول لا، هذا أيضا الميزة هنا ليست لداود وإنما للجبال التي أرجعت الصدى. الآن أنا لو تبعد عني هذا بيقول لي يحكي صوت الله حلو ولا فيه حلاوة ولا فيه صدى ولا فيه شيء، لكن جيب هالمايك هذا زين وشوية إيكو بعد ضايفين هالشباب لا يطلع الصوت غير الفضل لي أم الفضل هذا الجهاز، صار الصوت إلى الجهاز مو إلي. فإذا إذا كان داود صوته جميل ورائع بهذه الصورة، أنا بعد خلني في صالة مفتوحة وكلها سراميك ورخام، وحتى لو صوتي ما فيه ولا أدنى حلاوة ولا عذوبة أرفع صوتي يطلع صوتي جميل. فوين يعني الخصوصية لداود؟ ما موجودة. بعد الوجه الثالث يقول لا، الجبال تسبح لداود أو تسبح مع داود، ولكن انظروا إلى الصورة. قبلها نحتاج إلى مقدمة شوية. أنا الآن كيف أؤثر فيك؟ الملقي كيف يؤثر في المتلقي؟ أنا إذا جاي متعب وملان من حياتي وأتكلم وشوية طالع الساعة متى يخلص الوقت، ولا هذا جاي ويحسب علينا وقت هذا مستمل من عمره زي؟ في نفس الوقت إذا كان المستمع شوية وطالع هذا وين بيتأثر؟ هذا والله حتى لو تجيب له شمر على نحو الحقيقة ما يتأثر، لأنه مال من حياته، استعداد ما عنده. فلا بد أن يكون استعداد لدى الملقي والمتلقي حتى يحدث التأثر. هم بعد شيء آخر، أن يعرف الملقي قيمة وحقيقة ومعنى ما يلقيه، وكذلك المستمع حتى يتأثر. إذا عندي أنا الآن قصيدة بالفارسي ورايح أقراها وكلكم ما تعرفون فارسي، رايح يصل إليكم معنى؟ ما رايح يصل معنى زي. بالنتيجة إذن لن أؤثر مهما قرأت، حتى لو أقرأ قصيدة 100 بيت ما رايح أثر، لأنه لابد أن يكون هناك فهم لدى لدى الملقي والمتلقي. إذن استعداد نفسي وفهم ووعي، إضافة إلى ذلك خلي الكلام يخرج من هنا من القلب حتى يصل إلى القلب، أما إذا خرج فقط من اللسان فلن يتعذل آذان. طيب الآن خلينا نضرب مثال على هذا. الآن يجينا عبد الباسط عبد الصمد من المقرئين الجيدين، صوت جميل وأداء جميل وأحكام التجويد من إدغام وأخفاء وإقلاب كلها حاضرة في تلاوته، وأنا أصغي إليه بالفعل، هذا مرتل جودة، لكن يصل الحال بي أني أجلس في مكاني ولا أستطيع أن أحمل نفسي على المسير، لا مو لهالدرجة. لكن عندما كان زين العابدين سلام الله عليه يقرأ القرآن في بيته وصوته يوصل إلى خارج الدار، الناس يمرون بباب داره فلا تحملهم أرجلهم على المسير، يزدحم الطريق، يا زين العابدين أمسك حتى يمضي الناس لشأنهم. شو الفارق إذن؟ صوت جميل موجود عند عبد الباسط بس ما أثر هالأثر ولا خلى الناس تقعد. زين العابدين لأنه كان يتلو كتاب الله ويحسن ترتيله ويفهم معناه ويقرأه من قلب بوعي، ولذلك أثر في الآخر، ولذلك أثر في الآخر. الله عز وجل يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله لما وصل إلى وادي الجن صار يقرأ القرآن، ما يدري هو وجود الجن، القرآن أخبره، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. كل هالقناعات هذه حصلت لمجرد أنهم
استمعوا لتلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين، فإذا يأثر في الآخرين إذا كان واعيا لما يقول، يقرأ من قلب، بعد لدى المستمع أيضا استعداد، وإلا نوح مسكين كان يقرأ عليهم ويبلغ لهم دعوتهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، ما حط الاستعداد ماكو عندهم، لأن مو أكو تقصير عند نوح. لا، على هذا نستفيد من هذا المعنى داود عندما يقرأ في زبوره ومزاميره كان يقرأ بوعي بتأثر، حتى أن الطيور تحلق حوله لتبكي لبكائه، والجبال أيضا بشكل أو بآخر. نعم، إذا تسألني ما أدري كيف، ولكن صريح القرآن أنها كانت آيبة إليه. ولا تتعجب، النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ الخطبة، خطبة الجمعة، وهو مستند إلى الجذع، ما كان عنده منبر في بداية بناء المسجد. بعدين قال له يا رسول الله تظل هالشكل بهالطريقة هذه، لا خلينا نسوي لك منبر. سووه إلى منبر، صار يصعد المنبر. أول خطبة ألقاها، انتهى من الخطبة ذهب إلى الجذع. يا رسول الله ايش عندك ويا هالجذع هذا تعودت عليه؟ قال حن إلي، ما يسمونها حنين الجذع، الحصى تسبح في يديه. يمكن أنا لو حاضر ما أدرك، لكن رسول الله يخبر بأن الحصى تسبح في يده، نستغرب بعدين أن الجبال تسبح مع داود، لا غرابة في ذلك. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. له الضمير عائد على من؟ إذا قلت عائد على الله فيصير الجبال والطيور وداود آيبون إلى الله، وإذا قلت لا الضمير عائد على داود فماذا يكون؟ الجبال والطير آيبة إلى داود، وداود آيب إلى الله. فكل المعنيين ممكن أن تتحمل الآية. لا أطيل عليكم، بقى أنه لما واحد يعبد الله عز وجل ويسخر الله له الكون والجبال والطيور ويلين له الحديد وكل مصادر القوة في البلاد والعباد يجعلها نعم آيبة إليه، ماذا سيكون بعد ذلك؟ لو حكم الناس سيكون حاكما قويا. ولذلك إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الدولة القوية في ركائزها ودعائمها تعتمد على ماذا؟ على سلطة السلاح أو على الهاجس الأمني حتى تكون دولة قوية؟ أو أنه لا، الله عز وجل ذكر لنا مواصفات الحاكم، ولكن ما توفر في داود أولا عبوديته لله، ثانيا أنه ذا الأيدي، ثالثا أنه آيب إلى الله، فإذا سخرت له كل الطاقات. ولذلك الإمام الحجة في الروايات إذا خرج أخرجت الأرض كنوزها. ليش؟ مثال رائع من الإيمان والقوة والارتباط بالله والعدل في الرعية، إذن كل الدنيا تكون مسخرة إليه. ولا تروح بعيد، القرآن يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. ها شو نسوي بهم؟ خيرات السماء كلها تنزل عليهم، الدنيا كلها تكون مجندة لهم. ولذلك شددنا ملكه وآتيناه الحكمة. أكو بعض صفتين لابد أن تتوافر في الإنسان الحاكم حتى يكون قويا،
ما يكفي أن تكون عضلاتك قوية وقراراتك قوية، لابد أن تتمتع بالحكمة. فما هي الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه، إدارة البلاد والعباد بحكمة، أنت تسوسهم بحكمتك لا بسلاحك ولا بعتادك ولا بتحالفك مع الآخرين. مهما بدت هذه الأمور مظاهر قوة في وقت من الأوقات تضعف ما تفيدك، فالحكمة. بعد وفصل الخطاب. ليش فصل الخطاب؟ فصل الخطاب بعضهم يقولون شنو الحجة في قولك، مو أنت المفترض تحاور وياهم تتحدث وياهم، فإذا كانت حجتك ضعيفة وتعديلاتك كلها واهية بعد خلاص ما يقبلوك ولا يقتنعوا بك. نعم قد يكونوا راضخين لحكمك بفعل القوة، ولكن في دواخلهم لا قناعة لديهم فيك لأنك ضعيف الحجة. ويوم اللي تصعد نعم على منصة وتلقي لك كلمة، الناس الأول تسمعها وتقول لعل فيها شيء يستدعي الاهتمام، بعدين لا، إذا كثرت الحماقات وكثرت وغادرت الحكمة وصار كلامك ما في شيء من الحجة، شو يصير بعد؟ اليوم كلمة 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 شبيها يعني ما رايح يطلع فيها شيء. فلا بد أن تتمتع بالحكمة وفصل الخطاب. بعضهم بعض المفسرين يقول لا، فصل الخطاب هو الكلام الذي تفصل فيه القضايا عندما يأتي المتداعين، هذا اللي عنده حجة وهذا عنده حجة، أنت لازم تفصل ما بينهم. ولذلك يحتاج نبي الله داود على ما فيه من مظاهر الكمال أن يدخل دورة تدريبية، نعم، حتى يكون مؤهل لأن يتصدى القضاء. لازم عن خبرة، شنو هذا البرنامج اللي رايح يدخل فيه؟ ذاك اليوم هو قاعد بمحرابه، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. شنو عدكم؟ قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. رأسا صدر الحكم من عنده، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. في النهاية فظن داود أنما فتناه، ما اكتشف من البداية أنه في عملية امتحان، وإلا تسور المحراب. خب المتداعين، أنت داود ملك والملك ما يدخلوا عليها الشكل، يعني لابد حراس موجودين، نعم رجال أمن يخبروك مسبقا بأنه ترى فلان على الباب يريد يجي يدخل. فليش ما اكتشف أنه دولة مستورين؟ يعني من وين جايين؟ كيف تسور؟ ما خطر بباله لأنه كان في يوم انقطاعه في محرابه إلى الله، وما بالعادة أن يستأذن عليه أحد، فما خطر بباله أن يأتي إليه أحد، وإذا بشكل مفاجئ حتى أنه فزع منهم قالوا لا تخف. هنا يتعلم داود كيف يقاضي بين المتداعين. يا داود الأسلوب القضائي يقول أنه عليك أن تسمع للمدعي ثم للطرف الآخر وهو المدعى عليه، فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وبهذه الطريقة تفصل بين المتداعين. بعدين اكتشف أنه لا كاميرا وراءك، يعني برنامج لإعدادك، هذا ماكو قضية حقيقية وجايين يعني ناس متداعين فعلا، دول اثنين من الملائكة، نعم جاء على هيئة البشر وامتحن داود، ولكن الامتحان غايته التعليم، هنا غايته أن يعطى الأسلوب المناسب من قبل الله كي يحكم بينهم. وظن داود أنما فتناه، شو كل ابتلاءات الأنبياء إليها نهاية. بعدين صار داود حاكم قوي، حتى أن ملكة سبأ يوم اللي سمعت بالموضوع بعد ذلك بعد سليمان، يعني لأنه المؤسس لهذه الدولة هو داود، ثم ورث سليمان داود،
وسليمان كان بنفس القوة وبنفس الحكمة وبنفس العلم، وأوتي ما أوتي وسخرت له الرياح والجن والعفاريت وغيرها. بعد بلقيس أمام هذه الحكومة القوية والدولة العتيدة حتى أن مستشاريها أشاروا عليها بالحرب، إنا أولو قوة، خلع عنكم العضلات إني أسلمت لسليمان. لاحظ شلون القرآن ترى فيه لطائف حلوة إذا نلتفت إليها. بعدين يروح على أيوب أيضا يبتلي بمرض لمدة 19 سنة ويشفيه من مرضه، فقط يحتاج إلى أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وانتهى العناء. كل الأنبياء يا إخوة ابتلوا، بس كل واحد على نوعية، لكن في أكثر الحالات الأنبياء نتائجهم وصلت إلى النصر. نوح اللي صبر كان يدعو في قومه 1,050 عاما، نتيجتها شنو؟ الله أهلك قومه بالطوفان واستوت على الجودي، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، خلاص انتهى العناء. داود أيضا كذلك، أيوب أيضا كذلك، سليمان بقي حتى آخر لحظة مسيطر على الأمور، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. كل الأنبياء انتصاراتهم. ليش إذن الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا؟ في وين؟ ما نأخر نصرهم للآخرة، في الحياة الدنيا أولا، منصورين في الدنيا قبل الآخرة. قد تقول إذن هؤلاء نصروا بالفعل، إذا جعل إبراهيم حطم الأصنام، نوح نجا هو ومن معه، نعم أيوب نجا من ابتلائه، رجعت عليه أولاده، كل شيء رجع إليه. طيب زكريا كذلك بعد عناء طويل الله وهبه وليا يرثه ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، حصل منيته في نهاية المطاف. إلا من صاحب هذا اليوم وهو نبي الله يحيى بن زكريا قتل. بس هو الذي قتل من الأنبياء؟ أنبياء كثيرين قتلوا. أيعني ذلك أنه ما حتى تحقق لهم الناصر؟ أحد يقول أن الإنسان إذا قتل انهزم يعني خلاص انتهى موضوعه؟ أنا من أيام في زيارة 40 أتذكر فقط هاي الكلمة، لما تسمع أنه 20 مليون إنسان يحتشدون في مدينة كربلاء، ذكرت أن الحسين سلام الله عليه في بداية حركته قال من جاء معنا أدرك الفتح. ولا أي فتح أبا عبد الله؟ وانت من شوية تقول كأني بأوصالي تقطعها أسران الفلوات، يعني رايح تقتل. وبالفعل انتهت وقائع المعركة بغروب شمس يوم العاشر، سبيت نساؤك، قتلت أنت ومن معك، فيا فتح اللي تتكلم عنه. الفتح الذي جاء بإرادة من الله بشكل آخر. شو من هو المنتصر الآن؟ من يزحف إليه 20 مليون إنسان في أيام أو من لا يدرى أين دفن، حتى يزيد عارفين وين دفن؟ ما حد يدري، احترق في أي وادي ما تسير. وين من الذي انتصر ومن الذي هزم؟ لما رايت يا حسين تعلق على سور الصين أعظم سور في العالم، لما رئيس جمهورية الهند يهدي للمسلمين راية مكتوب عليها يا حسين، لما القساوسة في العراق بكل كنائسهم يتوجهون لزيارة الحسين، لما الهندوس السنة هذه زادت حتى الهندوس متواجدين في كربلاء يزورون الحسين، لما العالم كله يهتف باسم الحسين، هذا هو الفتح الذي تحدث عنه. أدرك الفتح هو هذا الفتح. بإمكانك أن تقتل وتشرد وتسوي وتفعل كل هذا، لكن لا يعني أنك نعم أفلحت فيما ترمي إليه. ولذلك زينب وهي المسبية وهي الأسيرة كانت تقول ماذا؟ اسعى سعيك،
لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا عدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. إذن يحيى ابن زكريا بالفعل استشهد، لكنه نعم إذا تروح على مستقبل في الآخرة أحياء عند ربهم يرزقون. اجي على ذكر في الدنيا القرآن نعم يتغنى بذكري نعم زكى أيوب وأبيه زكريا ليل نهار ويدعو الناس إلى قراءته، إلى قراءة الآيات المتعلقة به. نحن في البحرين لربما نتميز دون غيرنا من البلدان بأننا نحتفي بذكر يحيى بن زكريا وشهادته، وهذه خصوصية بحرانية بعد، ما أحد عنده وفاة يحيى ووفاة مريم كذا، لا، هذا الشعب الطيب له صلة بالأنبياء ويعبر عن ارتباطه بالأنبياء من خلال هذه المناسبات. طبعا تقول لربما لوجود شبه بينه وبين الحسين، هذا معلوم، ولكن الفارق كبير جدا. يا سيدي يا يحيى بن زكريا قتلت وأهدي رأسك إلى طاغية زمانك وقتلت شر قتله، ولكن ما أظن بعد أكو امرأة من أخواتك أو بناتك نظرت إليك وأنت على الأرض ذبيح، وماكو واحدة بعد من نسائك نعم أو عماتك أو كذا نظرت إلى رأسك وهو على ذروة رمح طويل يلاعب شيبته الهوى. زينب ترى هالمشاهد كلها شافتها على تفاصيلها. زينب رأت كل تلك، السيد الخوئي له كلمة نعم مشهورة في زينب سلام الله عليها، يوم اللي قالها في بحث الخارج نعم انقطع البحث بهذه الكلمة وراح يبكي وأبكى من حضر. تدري ايش قال؟ إن يوم عاشوراء أشاب رأس عمتي الحوراء. بالفعل ذاك اليوم أيام صعبة على زينب، يعني يكفي هذا. احنا الآن نشوف بعض المشاهد نعم مقاطع الفيديو، ذولا التكفيريين يجون الله أكبر ويقطع على رأس إنسان نعم، لكن في غضون لحظات ينتهي كل شيء. انت يمكن بعد لكونك ما متعود على هذه المشاهد ما تحب أنه أحد يرسلها إليك. ليش؟ هذا ما بينك وبين بعد دين ولا عقيدة، هذا مسيحي في العراق وقطعت عنقه، ومع ذلك ما عندك قوة تهايس على أن تطالع هذا المشهد. الله يا زينب، الله يا بنات زينب، الله يا بنات الحسين، طول الطريق ورأس الحسين على ذروة الرمح. عجيبة والله، شلون هذا الصبر، شلون ما ماتت زينب أسفا على الحسين وكمدا على الحسين. وإذا بها تلتفت يا هلالا لما استتم هلاك ما لا غاله خسفه فأبدى غروبا كنت كالحصن يا حسين إلينا فإذا الدهر ناب فيك احتمينا فلما اليوم لم تجب إذ دعونا يا أخي قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى وصار صليبا يا شيال راس حسين بالله لا تلوحى وهبط عن بقايا الروس رمحا أنا خوفي يفوت الهوى بجرحا وجرحا عليه يقوم يسعار أنا منين جت لي كربلا منين لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من أبكي وتهمل العين وتبقى عبرتي بصدر التكسر. رحمة الله عليك يا أبا يوسف. يوصف زينب بهذا الحال،
تقول بالأمس شوفت عزيز حسين تجلب للسرور، لا ركب مهرة وتطهم والوجه يسطع بنور، وحالها أولاده وخوته وظل على خيمنا يدور. من يطب عندي الخيمة شلون حلوة طبتها، وهسه يا زينب قالت وهسه فوق الرمح ويقودون خلف ناقتي، يدير لي بالعين بس يسمع عزيزي نحبتي وينذهل قلبي وغصب بالهودة جذره. جبهتي لا تلوموني ترى من الحزن شبد مفتتة، بعد والذي خلى القلب مني يذوب وينفطر، والدمع دم صبت عيوني مثل صب المطر، ضربة مهجام راس حسين أخي بالحجار مر عليها يسبحوا نورا يشع من غرته. يا هلالا يا أن لما استتم كمالا، إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأعز الخلق عليك محمد وأهل بيته الطاهرين، فرج عنا يا إلهي فرجا عاجلا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم رد كل غريب، فك كل أسير، فرج عن كل مكروب. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا، المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ضاعف لهم أجرهم، بارك في أرزاقهم، إلى أرواح موتاهم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات، وإلى روح يحيى بن زكريا وأرواح الأنبياء والأئمة المعصومين، وإلى روح الحاج محمد بن محسن وزوجته، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.